السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني، كل سنة وانتم طيبين. انا النهاردة اشتريت بتنجان، معايا بتنجان اشتريته عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. جبت الكيلو ب15، في صغير ب20، بس ماشي على قد عشان الدنيا غلا شوية، الاسعار غالية. الوقت هقوره وهشيله رمضان يا حبايب قلبي، اهو زي ما انتم شايفين كده. هو مش اشكال كبير شوية، بس هقص الواحدة اتنين وهقور وهيشتغل ويبقى زي الفل. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا وطاره حلو اهو، هيبقى معسل قوي. حبيب قلبي اقوم عاملاها كده يا حبايب قلبي اهي، ده تخزين رمضان بقى، يعني كل سنه وانتم طيبين. مفيش فاضل الا 15 يوم، ده بقى في رمضان هتجيبوه يمكن ب 30 جنيه. ادي بصوا، قص الواحده اتنين كده يا حبايب قلبي واقوم مقوراه اهو، ولا تعب ولا حاجه، جميل جدا جدا. شايفين اهو زي ما انتم شايفين، بصوا جميل جدا. لازم نتمشى على قدنا يا جماعه عشان الدنيا تمشي، الدنيا ما تقفش كده، هتبقى ماشيه وما نتحرمش من حاجه، هناكل اللي نفسنا فيه. شايفين يا حبايب قلبي؟ نجيب بس ايه، نمشي على قدنا، مش مهم صغير، نجيب كبير اهو. ده بتنجان وده بتنجان، وده اكل وده اكل، هتفرق ايه؟ هو البتنجان واحد زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، البتنجانه طريه وجميله سمينه وحلوه. وبصوا اهو، شايفين يا حبايب قلبي؟ اهو اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، البتنجانه جميله جدا، طريه وحلوه جدا 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 اهو. ادينا قطعته وهقوره قدامكم يا حبايب قلبي، كبير كبير مش اشكال. شايفين يا حبايب قلبي؟ قسمته واديني بقوره يا حبايب قلبي. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه سيدنا محمد. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، جميل، بيتقور بسرعه عشان طره حلو. شايفين؟ ادينا قورتها في ثانيه اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بس هيتشال بقى في التلاجة في الفريزر، بس ما تغسلهوش، اما بعينه واخلص وهقول لكم هعمل ايه. ولا بيجلد ولا بيعمل، انا كل سنة بعمله كده، تبقى حاجتي جاهزة وحلوة وجميلة. شايفين انا بعمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا وسهل، والله سهل خالص. كل سنة وانتم طيبين. وانا يا حبايب قلبي البتنجان بتاعه قورته، وانا مش هغسله ولا احط في ميه ولا ملح ولا اي حاجه، الا لما اطلعه من الفريزر ان شاء الله واجي احشيه هنقعه في ميه واروح غسلاه ومشطفاه واحشي على طول ان شاء الله باذن الله. ادي البتنجانه زي الفل وبدا زي الفل اهي، شمعه. شايفين؟ وتقور في ساعتها بسم الله ما شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. وهحطه هنا كده في الكيسه اهي، ولا طبق ولا كلام فاضي، انا كل سنه بعمله كده وبيطلع معايا زي ما يكون جايبه طازه يا حبايب قلبي. شايفين اهو؟ ولا بالواحده ولا بالنص وكده اهو، واروح رابطه الشنطه وخلاص، ولا طبق ولا كوبايه، بس كده يا حبايب قلبي. بس ما احطوش في الميه عشان ما يجمدش، ده بس ايه كده اهو زي ما انتم شايفين، ما يخش لهوش هوا، بس ايه كده اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهو. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم يا رب، وانا بشكر اي حد بيتفرج على الفيديو بتاعي جدا 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 من بعد ربنا. وما تنسوش الجرس، ما تنسوش اللايك، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.